من الرياض عبر الهاتف العميد أسعد الزعبي الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، مرحبا يا أخي. اليوم نريد أن نتحدث معكم بخصوص النشاط العسكري المتزايد في شرق أوكرانيا ومسألة تصريحات زيلينسكي الرئيس الأوكراني بأن المرحلة الثانية من العملية العسكرية الروسية قد بدأت في الدنباس. تفضل. تمام، يعني أنا دعني أتمم ما تحدثت به بالأمس مع محطاتكم. قلت أن روسيا يعني الفشل بالنسبة لروسيا يعني الكثير، يعني لم يكن الفشل هو فشل هجوم عسكري أو احتلال منطقة أو هدف سياسي، إنما الفشل يعني إخراج روسيا كليا من دائرة يعني الحلفاء أو دائرة الأقوياء، وبالتالي يعني هناك محاسبات، وخاصة أن الغرب يعني هو من ينسج على هذا الوتر. إنما يعني أقول لك أن روسيا اليوم بهذا الهجوم الشرس أو بحشد قواتها بشكل كثيف على دونباس، وبالتالي يعني دونتشيك، هناك أخبار تشير وبحقيقة أن روسيا، واعتراف حقيقي أن الروس فشلوا، والدليل تصريح وزير الدفاع بالأمس شويغو قال أن ما شاهدناه خلال الأيام الماضية يدفعنا إلى زيادة قدراتنا الدفاعية. إذن هو اعتراف بأن قدراتي الدفاعية هي يعني ضعيفة. سلاحه الذي جربه بسوريا 318 سلاح، والذي كان يتغنى به، هي عبارة عن دعايات فارغة، كان يجربها في المدنيين العزل. وبالتالي اليوم يعني بدأت حقيقة تهتز صورة روسيا العسكرية الدولة العظمى. لذلك الروس اليوم لن يعني يتراجعوا كليا، إنما ربما يعني يحاولون على الأقل تحقيق نصرا بسيطا جزئيا هامشيا، على يعني بمعنى فقط لذر الرماد في عيون الموالين للنظام في داخل روسيا، لأن نعم. بالتأكيد الحاضنة الشعبية بدأت تهتز، القيادة الروسية بدأت تهتز، هناك الكثير من العوامل، وبالتالي ستحاول احتلال شرق روسيا، شرق أوكرانيا، من أجل أن يعني على الأقل تفوز بجزيرة القرم، لأن هناك اتصال مباشر، أو على الأقل شرق أوكرانيا اللي تقول أنا هذا كان هو هدفي ولم يكن هدفي طيب. احتلال أوكرانيا، وبالتالي يعني ماء الوجه. نعم، شبه جزيرة القرم بما أنك ذكرتها سيادة العميد، أيضا هناك تصريحات الانفصاليين في إقليم أيضا لوغانسك، ويتحدثون بأن أيضا مجموعة عسكرية خاصة بدأت اقتحام مصنع أزوف ستال، وهو يعني الأكبر تحصينا بالنسبة للقوات الأوكرانية. هل باعتقادك الآن ماريوبول اقتربت من السقوط بأيدي الروس؟ من أمس أيضا ذكرنا أن يعني ماريوبول، باعتبار أن روسيا تعرضت لخسارات جسيمة غير طبيعية غير منطقية في هذه المدينة، وبالتالي يعني عندما قالوا الروس يعني نسمح للقوات العسكرية أن تخرج شريطة تسليم السلاح، هذا لا يتوافق إطلاقا مع منطقة المهاجم المنتصر. إنما مع منطقة المهاجم قد يمكن، لكن ليس المنتصر، وبالتالي المنتصر لا يضع شرطا قضية يعني سحب السلاح والخروج آمنين، وهذه خطة أو مكيدة من أجل التخلص منهم. لكن أنا أقول لك إلى الآن لدي ثقة تماما بأن هناك ما زالت إمكانيات الدفاع، وروسيا كل هذه التصريحات تشير إلى خوفها، قلقها من أن تتكبد أيضا المزيد من الخسائر، لذلك ربما أومأت أو ربما أعطت هذه المهمة للانفصاليين لتقوم بهذه المهمة. ولكن أنا أوافق تماما أن هناك المزيد من الدفاع والصمود، لأن الموجودين داخل، خاصة المدنيين الموجودين في هذه المستودعات في مناطق محصنة طيب. يشيرون تماما إلى أنهم سيقتلون، يعني في كل حالة سيقتلون، لا يريدون استسلامهم، يعني القتل يعني بشكل مهين، لكن ربما إن لم يستسلموا فعلى الأقل تكون لك لهم نوع من الكرامة. لكن وزارة الدفاع الروسية تقول سنحترم اتفاقيات جنيف بشأن معاملة الأسرى وأيضا لمن يلقي السلاح في ماريوبول. هنا أريد أن أسألك سيد العميد بخصوص التعامل مع الأسرى، في حال كنت في معركة ما ووجدت أيضا أسير قد رمي يعني قد ترك سلاحه، كيف يمكن التعامل معه؟ يعني للأسف الشديد صحيح هناك يعني قرارات جنيف وهناك اتفاقية روما، والتي تشير إلى ضرورة التعامل مع الأسرى تعامل إنساني، ربما احترام مشاعره
يعني طبيبه اذا كان مصابا، لكن يعني اليوم نحن امام دوله مثل روسيا اعتقد انها من غطت السلاح الكيماوي لبشار الاسد وقتلت به الاف المدنيين، ومن نفذت مجازر بحق المدنيين فقط لتحمي شخص بشار الاسد، لا اعتقد انها تملك ذلك الاحساس او ذلك الشعور الانساني. معروف تماما ان حتى يعني القوات الروسيه يعني عباره عن خلال مراحل حروبها بالشيشان او غير الشيشان اثبتت تماما بانها تجيد تماما ارتكاب المجازر، والصوره واضحه في سوريا. يعني انا عشت هذه المجازر بسوريا بشكل كبير، لا تحدث عن مجازر لم أراها، لكن تحدث عن مجازر عشتها. ومن يغطي السلاح الكيماوي ومن يغطي القنابل الفراغية أو القنابل العنقودية، فأعتقد لا يملك تلك الرحمة الإنسانية التي تمنعه من أن يقتل الأسير مباشرة. وهناك جرائم يعني بإتشا أثبتت ذلك، هناك مدن أوكرانية تعرضت لمجازر وجاري التحقيق فيها. وأنا يعني واثق تماما أن يعني إن كان لقوات الصليب الأحمر الدولي أو استطاع المجتمع الدولي أن يدخل لجان تحقيق إلى ماريوبل سيجد أن هناك آلاف الجثث مدفونة في قبر جماعية، وبالتالي هذا ليس غريبا على روسيا. وأنا واثق تماما أن الموقف المدني للأوكران يجب أن يقتلوا بسلاح روسي قبل أن يستسلموا للجند الروسي. رئاسة الحكومة البريطانية تؤكد وتنقل عن مسؤول أبلغها بأن العملية العسكرية الروسية في الصراع الأوكراني ستكون حرب استنزاف لأشهر. هل تعتقد بأن باليوم معركة الدنباس ستستمر لعدة أشهر سيادة العميد؟ يعني هنا مفارقة غريبة. يعني روسيا قلت لك يعني أثبتت خلال يعني اليوم عندما يعني تؤكد على قضية أنه يعني ودفع القوات بشكل أو تعزيز قواتها باتجاه الدنباس، هذا يشير إلى أنها ستكتفي بهذه المنطقة أو ربما عجزت عن تحقيق الهجوم الأساسي. وخوفا من عملية حقيقة هناك استنزاف للقوات الروسية، وخوفا من عمليات الاستنزاف، وهي من المعارك الشرسة قضية الاستنزاف، خطرة خاصة ضد دولة عظمى كروسيا يعني تستنزف بشكل يومي بحروب، وهذا يعني مشين بالنسبة لها، ولكن أيضا مخسر بنفس الوقت. ولذلك ستكتفي بجزء قليل من الأرض، ستكتفي بمحاور هجوم بسيطة جدا، على الأقل توقف عملية الاستنزاف إذا هي تخشى من الاستنزاف. ولكننا ايضا سنشاهد حقيقه معارك في الدونباس، يعني هناك اصرار روسيا على احتلال هذا الاقليم، ويعني نعم. على الاقل لكن ماذا يعني ان تكون الحرب الروسيه في اوكرانيا تدخل حربا استنزافيه؟ سياده العميد، روسيا اخي الكريم اليوم في مناطق اوكرانيا خطوط الامداد تبعها طويله جدا، يعني شاهدنا تماما كثير من الاليات او العربات او المدرعات الروسيه توقفت نتيجه انفاذ الوقود، وبالتالي خطوط الامداد يعني كلما كانت طويله وكلما كان هذا ارهاق للمهاجم. ولذلك عودتها الى الدنباس شرقا شرق اوكرانيا سيكون اكثر ملائمه لوضعها، هذا اولا. ثانيا عندنا حقيقه عندما نتحدث عن قضيه يعني امكانيه تنفيذ هجوم شرس، لا اعتقد ان روسيا هي من تريد حرب الاستنزاف، ان كانت تريدها فقط هي تريدها في موقع صغير، لكن دنباس ليس موقعا صغيرا، دنباس يعني القرم، يعني شرق اوكرانيا بالكامل. وبالتالي من يجيد حاليا حرب الاستنزاف ويهمه حرب الاستنزاف هم الاوكران الذين يعتمدون على المساعدات من الخارج. اليوم روسيا لديها عقوبات اقتصاديه، اوكرانيا ليست لها عقوبات، وبالتالي ايضا يعني العقوبات الاقتصاديه ستؤثر كبير في قضيه الامداد والتامين اللوجستي للقوات الروسيه. ولذلك لا يعني ليس من مصلحه روسيا ان تنفذ حرب استنزاف، لكن بالتاكيد من مصلحه اوكرانيا حرب استنزاف، لانه ربما هناك تغيير في الاراء السياسيه العالميه، ستكون هناك خريطه عسكريه جديده، تحالفات لوقف هذه المهزله او لوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق اوكرانيا. لذلك انا اعتقد تماما يعني من يقول ان هناك حرب استنزاف تريدها روسيا، اقول طيب. لا، من يريد حرب استنزاف هي اوكرانيا. نعم، من يريد حرب الاستنزاف هي اوكرانيا. ايضا هنا اشاره للامدادات العسكريه الغربيه من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، يقول ان الكميات المتزايده من امدادات الاسلحه تدل على نيه الغرب دفع نظام كييف للقتال حتى اخر اوكراني. إذا موضعنا في الحسبان سيادة العميد بالنسبة أن حرب الاستنزاف تكون لصالح الطرف الأوكراني والقوات الأوكرانية، وبالتالي هل هذا يعني بأن حرب ماريوبول وحرب دنباس ستستغرق وقتا طويلا؟ بالتأكيد، وهذا ما دفعني للقول أو التأكيد على أن روسيا لا تريد حرب استنزاف، لأنها ستكون خاسرة بالتأكيد. يعني ستكون خاسرة، وخاصة أنها من بداية الحرب كانت مهاجم، والمهاجم يخسر كثيرا، المهاجم كثير يخسر في سبيل تحقيق يعني على الأقل اجتياز التحصينات الأولى من دفاعات العدو، لكن لم تستطيع حتى اجتياز التحصينات الأولى، ودفعت أثمانا باهظة، وخاصة في ماريوبل يعني دفعت إنزالات، قتلت الإنزالات، دمرت مروحيات، هبطت في مطار. إذن
كل ذلك كان ثمنا كبيرا ويعني سرعت الخروج من كثير من المناطق خوفا من قضية الاستنزاف. ولذلك يعني طالما الغرب مصر على أو يتابع عملية إمداد القوات الأوكرانية فهذا يعني أن الدفاع الأوكراني سيبقى ثابتا وصامدا ومستمرا ودقيقا ومتناسقا حقيقة متناسق، لأن هناك يعني ثقة لدى المدافع بأن لديه أسلحة تتدفق عليه، لن يكون هناك قطع للسلاح. شكرا لكم الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أسعد الزعبي، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض.